دري السلام عليكم، كي دايرين؟ كي داير صحيحه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. بون فيديو لهذا اليوم سبيسيال شي شويه، ماشي بزاف. علاش؟ لانه صراحه الله كان شي 3 ولا 4 ديال الاخوان سولوني عليه وما جاوبتهمش عليه في لي كومونتير، وجاوني الانستغرام قالوا لي علاش اخويا سفيان حنا نبغيو حقنا من الفيديو ديالنا. دينا حنا فيديو، فالفيديو هذا اليوم غيكون خاص بالناس اللي ما عمرهم شراو الموطو بحال هذا كبير، وبغاو يعرفوا كيفاش كيتصاق الفيتاس. الناس اللي باغا تعرف كيفاش كيتصاق الفيتاس، يعني كيفاش غتسوق الفيتاس. بون، بالنسبه باش تسوق الفيتاس فهو امر بسيط جدا. حنا غنهضروا على جوج الفئات. الفئه الاولى اللي فايت لو ساك سي 50 ساك 103 ساك البيكان ساك شي لعبه، المهم ساك شي موتور فيتاس اوتوماتيك. وغنهضروا على الناس اللي ما عمرو ساك الموتور ساك غير يعني بيكالا، يعني غنحاول بجوجهم ندير لهم فيديو واحد مختصر وسهل بزاف، وخاصي بنادم يركز معايا ويخدم دماغه. وراه تسوق وانت مغمض العينين، تحيد كاع يديك وتسوق مع راسك. راه الموطور ديال الفيتاس ساهل ساهل واحد الدرجه ما تصورش. فغادي نهضروا نحاولوا نهضر نشرح لكم على هذا الموطور. وصراحه الله علاش ما درتش على الفوتور القديم، درت على هذا الموطور هذا، عاد بغيت نشرح هذه القضيه هذه. لان هذا الا شرحت لك عليه صاي، يعني هذا غتسوق به تسوق به نينجا، فهمتي؟ تسوق به الكاوازاكي نينجا، تسوق به الام تي 09، تسوق به الليفغيسي، حيت هذا السيستم هذا الموطور سيستم كبير بالفعل. ويعني ولاصقتيه راه غتسوقهم كاملين. فعلى بركه الله غادي نبدا نشرحوا بعض الامور اللي مبدئيه. بون، بالنسبه لهنايا هذا هو الفيتاس. نورمالمون هذا هو الفيتاس، يعني هذا الفيتاس هنا من هنا فين كدوز، يعني كتورك لتحت كيدوز بروميان كتطلع الفوق كينقص. مثلا انت غادي بدوزيام كتورك كيدوز تروازيام، بغيتي تنقص كتطلع رجليك كيعطيك دوزيام، يعني كلشي لتحت والنقيص الفوق، فهمنا؟ هو العكس العكس تنظن ربما ديال الماطر الاخرين، يعني هذا عنده كل شيء لتحت، يعني بروميان بروميان تضرب لتحت، دوزيام لتحت، تروازيام لتحت، كاتريام لتحت، سانكيام لتحت، وانت غادي هذا الفوق بغيتي تنقص كنتي كاتريام تروازيام طان 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 كتنقص حتى تجي في الان، يعني بامور باش كيحبس الموطور، يعني كيولي ما خدامش ما غاديش. بون، غادي نهضروا على حاجه اخرى، هو الفران. بالفران كاين هنايا هذا الفران، يعني هذا تقريبا كيتشاركوا فيه جميع المواطن. ديما غتلقى الفران هنا، ما غتلقاش هنا، ما غتلقاش هنا، ما غتلقاش شي بلاصه اخرى. هذا هو الفران، كيكون هنا حدا رجل ديال اليمين. تفهمنا ولا متفهمناش؟ بغينا نركبوا، اول حاجه اش كنديروا هو اننا قبل ما نركبوا على الموطور كندوروا الكونتاكت وكنشوفوا الموطور واش جاي في طامور، يعني الان خصو يكون عاطيك الان، تفهمنا؟ يعني الان يعني راه ما كاين حتى شي فيتاس دايز. فاش كندير كنركب، اولا كنركب الطريقه ديال الركيب راه كلها سبحان الله ممكن فاش كيركب، وعلى حسب الموطور، كاين اللي قصير كاين اللي طويل الموطور، كاين هو اللي قصير كاين اللي طويل. هو غالبا شنو كان باش تركب الحاجه اللي مزيانه هو انه كتقبط يد هنايا، يعني باش كتحكم الموطور باش ما يطيحش بك من ليه وما يطيحش بك من هنا، وكتحط يدك هنايا. انا تهضر على نفسي، يعني هذه بالتجربه باش كنحكم الموطور، كنحط يد هنايا باش كندفعو، وكنحط يد هنايا باش ما يمشيش لليه، وكنهز رجلي وكنحط وكنحيد يدي وكنقبط في الكيدون، فهمنا؟ فاش كنوقف فاش كنركب في الموطور بحال هكا الدراري، فاش كنركب في الموطور بحال هكا كاين عندنا رجل لتحت، راه ما تشوفوها هي اول وحده كنحيد. اش كندير؟ كنقبض الفران باش ما يزيدش بيا الموطور، وكنحيد رجل لتحت كنحيدها، فهمنا؟ فاش كنحيدها الموطور دابا بقى واقف غير بالروايد، ما عندوش حتى شي حاجه قاطعه، يعني الفران اللي كنتي قابط هنا من بعد تقبط المهم برجل سوقك هذاك، المهم كتكون الموتور قابطو غير نتايا والروايد اللي محطوطين عليه. اول حاجه اش كندير؟ يعني هادو تنحاول نعطيكم البازيك الصحيح، بازيك صحيح، الطريقه الصحيحه. اول حاجه انت مثلا قصير ماشي هو مولاه اللي طويل، او مثلا ماشي المولاه قصير وانت طويل، راه المرايات ما غايجيوكش هما هذوك. اول حاجه اش كدير؟ كتريق الان شي تنقول كي لا كنتي غتمشي بواحد المسافه طويله، ما لكتي غير في بلاصتك غدور بحال هنا ساحه غدور غير في بلاصتك وكذا، وهذا ماشي مشكل. حنا كنهضروا الا كنتي غتمشي به فواحد الطريق، هنا يعني كاينين الطوموبيلات كاينين الناس وهذا. كنجلس اول حاجه كنقاد المرايات على النظر ديالي، يعني بحال دابا انا غادي نجلس غنقاد المرايات هكا، هادي هكا، هادي عاود هكا، تفهمنا؟ يعني على الشوفه ديالي، حيت ضروري المرايات، تفهمنا؟ ثاني حاجه اش كندير هو انني الا كان هذا غتلقاوها في جميع المواطن، يعني بما اننا هضرنا على المواطن الكبار فهذا تيتسمى الكوب كورون، غتلقاوه في جميع المواطن. كنشعل الكوب كورون باش دوز الضو للماكينه،
هنا شاعلين شنو كاين، هنا كاين الزيرو يعني الفيتا الزيرو، هنا الان يعني راه طامور. اش كندير؟ كنورك ما كنكسيري ما والو، كنورك صافي. يعني ها هو دار اماش، يعني الموطور دار اماش كيف ما كتلاحظوا، ما مدوز لا فيتاس لا والو، ما زاد ما نقص ما حتى شي حاجه، يعني ما تحرك ما والو، بقى في بلاصتو. حنا كي غنديروا نسوقوا حنا دابا في ديجا كيف قلت لكم، كاين اللي ما ساقش الموطور ساق البيكالا، اللي ما ساقش البيكالا راه ساق طروشينيت. المهم كتعرف انك كتوازن، تفهمنا اول حاجه انك كتجر هذا تيتسمى لومبرياج، هذا الاخوان اللي هنا تيتسمى لومبرياج، كتجر لومبرياج عندك حتى للطرف تفهمنا، وكتطلق الفران الا كنتي قابطو برجلك، كتطلقو وكتقبض ديال اليد ياك، وكتميل على رجل اليمنية باش تقبض الموطور هكا، وكتحط رجل اليسرية. ركز معايا انا نعاودها لكم، ها نتوما كتكون انت جالس هكا، رجل اليسرية هي اللي كتكون في الارض، واليمنية كتكون قابط بها الفران والموطور حابس. بغيت نتحرك اش كندير؟ كنقبض الفران ديال القدام، كنهبط لتحت، لا عفوا سمحوا لي، كنقبض الفران ديال اليد، كنهبط لتحت، كنحط رجلي للارض، هاد الرجل اللي الرجل الاخرى كنحطها على هنايا بحال هكا، لاحظوا يعني مخشيه لتحت باش ندوز بها فهمنا. كنقبض لومبرياج اللي هو هذا لومبرياج، كنقبضو ما كنطلقوش، وكندوز بروميان كما كتلاحظوا هنايا، ها هي تكتبات بروميان، ها هي هنا واحد فهمنا، ها هو واحد هنايا، يعني راه داز الفيتاس. يعني الا طلقت انا هنا غادي يتلاح بيا الموطور او غيسكت، او فهمتي، هو اغلبيه بحال الماطيش يكونوا ما اغريسيفش بزاف راه غير غيسكت، ولكن الا كان اغريسيف بزاف راه يقدر يرميك، يقدر يزيد هو فهمنا. بون في هذه الحاله كنبقى شاد، ما كنحيدش بما ان هنا ما كايناش الان، انا كنبقى شاد. اش كندير؟ كنوقف مزيان، كنقاد الجلسه مزيان، كنطلق وكنكسيري، كنطلق اسمع، كنطلق كنكسيري وكنبدا نطلق فهمنا. ها انت مازال ما طلقتش، ها غادي وكنطلق، غادي وكنطلق حتى تنطلق، ها هو غادي بروميان. دابا حنا غادي بروميان، بغينا ندوزو دوزيام اش كندير؟ كنعاود نقبض وكنطلق الاكسيراتور، كنطلق الاكسيراتور وكنقبض وكندوز دوزيام وكنعاود نكسيري ونطلق فهمنا. في الاول حاولوا ديروها غير بشويه، يعني كيف ما وريتكم دابا غير بشويه، ولكن من بعد غتبقى دوزها بالزربه، يعني غتولي دوز بالزربه. في الاول غتجيك صعيبه تقدر دوز بشويه، من بعد غتبقى دوز عاوتاني طروازيام اش كندير؟ كنعمر مزيان الموطور وكنقبض، كنطلق الاكسيراتور كنقبض وكندوز طروازيام وكنكسيري وكنطلق فهمنا اخوان. ها طروازيام يعني باغي تعلم، حاول تجي للبلايص اللي كيكونوا بحال هكا ما فيهمش الناس باش تعلم، على خاطر باش الا طحتي ولا شي حاجه غتكون بعدا انك ما شاف حد، ما هذا ما قصتي حد ما هذا. عاوتاني كنكسي، عاوتاني كنعمر، كندوز كطريه وكنطلق. القضيه شنو هي؟ هي منين نبغي نفراني ما نطلقش يدي على لومبرياج، باش نبغي نفراني كنخلي لومبرياج قابطو كنبدا نفراني القياس اللي بغيت انا، وفي نفس الوقت كنقراطي كنقص طروازيام دوزيام بروميان بامور صافي وكنطلق. ديك الساعه نعطي للسيد الموطور ديالو المولى، الا ما درتش الان ما كانش مكتوبه لي الان هنا وما كاينش الزيرو في الفيتاس، ما نعطي ما نطلقش لومبرياج، حيت الا طلقت لومبرياج راه يقدر يرمي الموطور. بون ما كنطلق لومبرياج حتى ديما فوق ما نبغي نطلق لومبرياج حتى تكون الان تيكون الزيرو. عاوتاني كذلك نعاودوها لاخر مره باش الناس اللي ما تبعاش عاود تبع معنا ازيرو، الناس اللي باغا تعلم. بون غنديرو بروميان، ها هو دوزنا الفيتاس كيف ما قلنا، الرجل الاخرى هي قابطه الارض، الاخرى هي محطوطه على الفيتاس فهمنا، هي محطوطه على الفيتاس. بون كنطلق شي شويه وكنكسيري، وكي كتطلق شي شويه كتكسيري كيزيد هو صافي، كي كتطلق شويه كتكسيري كتزيد، عاوتاني كتكسيري كنطلق دوزيام بغيت نقراطي طروازيام صافي
الكار ديالو وكنطلق الاكسيراتور وكندوز كطريه وكنطلق وكنكسير. فهمنا الاخوان؟ بغيت نحبس كنقص وكندوز طروازيام وكنحيد شيدي دوزيام بروميان بامو كنوصل. فملي كندير الان كنحيد يدي على لومبرياج كنحيد يدي على الفران كنسكت الموتور بهادي ماشي هنا كنسكت الموتور بهادي وكنطلق البيكي هو الاول كنطلق البيكي درج الاول باش الموطو ما يتقلش عليا طيحني وكنزل من الموطو تنزل الموطو كيف تطلع كنشد هنا ونشد هنا وكنورك عليه ونطلع. تنظن سهل من هذا ما كاينش يعني سهل من هذا الامر هذا ما كاينش. نتمنى انني نكون ما طولش عليكم نتمنى انني نكون بالفعل فتكم لانني صراحه ضلشت بزاف الفيديوهات ديال الشرح شويه معقد شويه هذا. المهم هذا راه واضح وراني صراحه الله حاولت نشرح لكم يعني بعجاله راني جاي غير بسواد الكيطمه باش نشرح لكم. ها الا تبعتي هاد الامور هذه راه غتسوقو انت مغمض العينين تحيد الدكه غير هو الا بغيتي ان شاء الله تسوق الموطور بحال هكا كبير حاول تجي شي بلاصه تكون واسعه بحال هكا يعني تواسع عندك فين الدور عندك فين هذا وما كاينش طوموبيلات ما كاين والو وحاول ما تكسيريش بزاف يعني حاول تمشي غير بروميان دوزيام تروازيام عاود ترجع بروميان دوزيام تروازيام عاود تنقص تروازيام دوزيام بروميان وانت غادي. تفهمنا الاخوان؟ فخليتكم على خير وتهلاو لي فراسكم والحلقه القادمه ان شاء الله. بيس.